بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء السابع من الدرس الثاني Part 7 Chapter 2 بعنوان Drawing a Regular Octagon and a Polygon، سوف نبدأ بعرض أو شرح عملية رسم الأكتاجون اللي هو ثماني الأضلاع، ثم نمر لرسم البوليجون اللي هو متعدد الأضلاع. السؤال هنا في رسم الريجولر أكتاجون ثماني الأضلاع هو How to draw a regular octagon inside a circle. يعني كمرحلة أولى هناخد الحالة بتاع ثماني الأضلاع داخل الدائرة. يعني إيه ثماني الأضلاع؟ يعني عندنا دائرة كده وهيكون عندنا ثمانية أضلاع متساوية للمحاور الرئيسية، نقطة واحد اثنين ثلاثة أربعة، دي النقطة خمسة ستة سبعة ثمانية، دي الأضلاع الثمانية بتاعنا، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هنا لو بصينا على الزاوية دي بين النقطة دي والنقطة دي، هذه الزاوية، لقلنا أن الزاوية دي تساوي 360 درجة اللي هي الزاوية بتاع الدائرة كلها على إيه؟ على 8، ودي هتعطينا 45 درجة. يعني الزاوية دي 45 درجة، وده المعطى الرئيسي عشان نرسم ثماني الأضلاع داخل الدائرة. لازم نعرف أنه الزاوية بين ضلعين هي 45 درجة. يعني عشان نرسم ثماني الأضلاع أول حاجة نعملها نبدأ نرسم الدائرة بتاعنا. مثال لو كان السؤال هو رسم ثماني الأضلاع داخل دائرة القطر بتاعها يساوي 50 مليمتر كمثال، هنفتح الفرجار مقدار 25 مليمتر ونرسم الدائرة بتاعنا. هذه الدائرة بتاعنا لأول خطوة. الخطوة الثانية هنجيب المثلث على زاوية 45، مثال هذا المثلث بتاعنا، دي الزاوية 90، دي 45 ودي 45، ونرسم الأول محور بتاعنا، ده المحور اللي هو يمر على المركز، دي أول خطوة. المحور ده هيعطينا نقطة تقاطع مع الدائرة، ولو وصلنا نقطة التقاطع دي بالنقطة دي نقول تحصلنا على أول ضلع بتاع ثماني الأضلاع، ده أول ضلع بتاعنا. بعدها نجيب الفرجار ونفتحه فتحة مقدار هذا الضلع ونعمل قوس، وهنتحصل على نقطة التقاطع دي، وبعدها نوصل النقطة دي بالنقطة دي. الخطوة رقم ثلاثة بنفس الفتحة اللي هي طول الضلع، نركز في النقطة هذه ونرسم القوس ده، القوس هيتقاطع مع الدائرة في النقطة دي، نوصل النقطة دي بدي ونتحصل على الضلع رقم ثلاثة. بعدها بكل بساطة هنوصل النقطة دي بنقطة تقاطع المحور الرئيسي الأفقي مع إيه؟ مع الدائرة، هذه النقطة، ونتحصل على الضلع رقم أربعة. بعدها بكل بساطة هنوصل أو نفتح الفرجار مقدار نفس الفتحة ونتحصل على نقطة التقاطع دي، ونوصل النقطة دي بدي نتحصل على الضلع رقم خمسة. بعدها نوصل دي بدي، ده الضلع رقم ستة، نفتح الفرجار مقدار، مرة ثانية نأكد أنه فتحة الفرجار هي طول الضلع، ونرسم الجزء ده يتقاطع مع الدائرة، نوصل النقطة هذه بهذه ونتحصل على الضلع رقم سبعة. آخر ضلع هو سهل، نوصل النقطة هذه بهذه، وكده خلصنا رسم ثماني الأضلاع داخل الدائرة. خلينا نمر للحالة الثانية اللي هي إيه؟ أو السؤال الثاني How to draw a regular octagon outside a circle. يعني هنا هيكون ثماني الأضلاع برا الدائرة، والمعطى هنا هو إيه؟ هو the distance across the flats،
يعني المسافة بين ضلعين. بنفس الخطوات هنبدأ نرسم الدائرة بتاعنا كأول خطوة، لكن هنا في الحالة دي هنعمل ايه؟ هنرسم المماس ده اللي هو يجي تحت الدائرة، ده مماس للدائرة وده خط أفقي. بعدها هنجيب المثلث على زاوية 45، ده المثلث بتاعنا، دي زاوية 90، دي 45 ودي 45، ونرسم ايه؟ نرسم المماس للدائرة، هذا المماس للدائرة. بنفس الزاوية اللي هي زاوية 45 هنيجي من الناحية التانية ونرسم المماس الثاني للدائرة، وكده تحصلنا على أول ضلع بتاع ثماني الأضلاع برا الدائرة. ده هو أول ضلع بتاعنا بين النقطة دي والنقطة دي. خلينا نرسم الضلع ده، ودي أهم خطوة في رسم ثماني الأضلاع برا الدائرة، لأنه لو تحصلنا على الضلع ده الباقي هيكون إيه؟ يكون سهل. يعني إيه سهل؟ هناخد الفرجار ونفتحه فتحة مقدار طول الضلع ده، ونركز في النقطة هذه ونرسم الجزء ده. الجزء ده هيعطينا نقطة تقاطع مع المماس الأول، وبعدها نوصل بكل بساطة النقطة هذه بالنقطة هذه، وكده نتحصل على الضلع الثاني. بعدها نجيب الفرجار بنفس الفتحة ونرسم الجزء ده، وبعدها نرسم الخط العمودي هيتقاطع مع الجزء في النقطة دي، وكده تحصلنا على الضلع الثالث. بالنسبة للضلع الرابع هنرسم الخط ده اللي مر على النقطة دي خط أفقي كده، ونجيب المثلث على زاوية 45 ونرسم ايه؟ نرسم المماس. المماس ده هيتقاطع مع الجوز. ازاي رسمنا الجوز ده؟ ركزنا هنا وبنفس الفتحة تحصلنا على الجوز ده، كده هتحصلنا على الضلع رقم 4. بعدها هنجيب الفرجار بنفس الفتحة ونرسم الجوز ده، ونرسم المماس للدائرة اللي مر بالنقطة دي وهيتقاطع مع الجوز في النقطة دي، وكده تحصلنا على الضلع رقم 6. 1 2 3 4 5، 5 أو 6، 5 أضلاع. بعدها بنفس الفتحة هنرسم الجوز ده، وبعدها نرسم المماس للدائرة، ده الضلع رقم 6. نفس الفتحة نرسم الجوز ده هيتقاطع مع المماس ده في النقطة دي، نوصل النقطة دي بدي ونتحصل على الضلع رقم رقم 7. آخر ضلع نوصل بكل بساطة النقطة هذه بالنقطة هذه، وكده تحصلنا على ثماني الأضلاع برا الدائرة. خلينا الآن نمر لرسم متعدد الأضلاع regular polygon، ودي الحالة العامة. regular polygon يعني إيه؟ يعني ممكن يكون ثلاثي الأضلاع، رباعي الأضلاع، خماسي، سداسي، سباعي، ثماني، يعني أي عدد بتاع أضلاع. الرباعي الثلاثي ده بيمثل مثلث، الرباعي ده مربع، الخماسي ده البنتاجون، وده الهيكزاجون، ده الابتاجون، وده الاكتاجون. شفنا مع بعض رسم الاكتاجون، شفنا مع بعض رسم الهيكزاجون، شفنا مع بعض رسم البنتاجون، رسم كمان السكوير اللي هو المربع، شفنا مع بعض كمان ازاي نرسم المثلث. خلينا ناخد المثال بتاع سباعي الاضلاع. أول خطوة نعملها عشان نرسم سباعي الأضلاع هو هنقسم الخط AB على 7 أضلاع متساوية، والطريقة دي شفناها في الجزء الخامس من هذا الدرس، يعني هنا لا داعي لشرحها مرة ثانية. نعيد ثاني، الخطوة الأولى هو هنرسم الخط AB أو نقسمه إلى 7 أجزاء متساوية،
ده جزء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، الطريقة شرحناها في الجزء الخامس من هذا الشابتر. الخطوة رقم اثنين، هنروح نركز في النقطة A ونفتح للنقطة B ونرسم الجزء بتاعنا ده. ده الجزء. بعد ما رسمنا الجزء ده هنوصل نقطة التقاطع بتاع الجزء مع المحور العمودي، ده المحور العمودي ده، بالنقطة رقم اثنين. ده الخط بتاعه، الخط ده بيربط نقطة التقاطع دي بالنقطة رقم اثنين، ودي الخطوة رقم اثنين. بعدها بكل بساطة هناخد الفرجار ونركز في النقطة A ونفتحه لنقطة التقاطع بتاع المحور ده مع الدائرة. المسافة دي بتمثل طول الضلع بتاع سباعي الأضلاع، ودي بتمثل أول ضلع بتاع سباعي الأضلاع. نفس الفتحة هذه أو نفس المسافة دي هناخدها ونرسم الجزء ده، يعني هنركز هنا ونرسم الجزء ده، بعدها نركز هنا ونرسم الجزء ده، بنفس الطريقة نرسم الأقواس الباقية. وكده تحصلنا على حدود الأضلاع بتاعنا السبعة، ده أول ضلع، ده ثاني، ده ثلاثة أربعة خمسة ستة وسبعة.